بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في برنامج مكافحة العدوى بالقطاع الصحي Infection Control، مكافحة العدوى بالرعاية الصحية وبالمؤسسات العلاجية. يعد هذا البرنامج برنامج مهم، وكما نعلم أن العدوى تمثل الآن حادث أمام يعني جميع القطاع الصحي، وكذلك في ظل تطور تقنيات القطاع الصحي وتعقد البيئة الصحية كما نعلم. Objectives، أهداف هذا البرنامج: Review standards and transmission based precautions، دايرين نتعرف ونراجع السياسات والمعايير والاحتياطات المعيارية والقائمة على مسألة القائمة على المعايير أو الاحتياطات العالمية اللي هي based on precautions. كذلك ضمن الأهداف الـ objective، discuss hand hygiene strategic and how to measure commitment، عايزين نناقش استراتيجيات نظافة الأيدي. الأيدي لها طريقة معينة ومحددة لكيف نغسل الأيدي، وكيف نتعامل مع الأدوات tools أمامنا، وكذلك الأسطح والمعدات. Also discuss the role of environment. Environmental، كيف كذلك نتعامل مع البيئة من حولنا، والبيئة فيها الأفراد الإمبلويز أو الميديكال فيلد بشكل عام، والبيئة فيها الإكويبمنت and devices and tools، فيها الأجهزة والمعدات، وكذلك البيئة من حولنا كلها تعتبر المستشفى بما داخلها بكل ما داخلها تعتبر بيئة داخل البيئة، فبالتالي كيف نحن نتعامل مع هذه البيئة الـ work environment بعد ذلك عشان نقدر نضمن إنه تسعف، كيف إنه نحن نتعامل بأمان وبسلامة مع الموجودات في البيئة. Also cleaning and the infection prevention and how to measure commitments. إذن كذلك حنتعامل مع أو كيف نحافظ على نظافة البيئة وكذلك نمنع انتشار العدوى، يعني تكون في برنامج وقاية prevention and how to measure commitment. إحنا نقيس مسألة الالتزام، التزام على التزام الأفراد، التزام الميديكال فيلد، كوميتمنت، التزام بشنو؟ التزام بنظافة الأيدي، التزام بالإجراءات الوقائية البريفنشن، التزام بالالتزام بالبرنامج الوقائي، التزام بالسياسات والإجراءات المعيارية اللي مفترض تكون يعني مهمة جدا في المؤسسة العلاجية، وتكون واضحة مبلغة ومفهومة للجميع. Also standard precautions، الستاندرد precautions الاحتياطات المعيارية أو الاحتياطات القياسية من غسل الأيدي والتعامل مع أو يعني البي بي إيس والكلينينج إنفايرمنت وغيرها، إن شاء الله لاحقا سنتعرف عليها. إذن الستاندرد بروكوجنز احتياطات قياسية ومعيارية من المفترض نتعرف عليها ونلتزم بها، وكذلك تكون هي محور اهتمام ضمن متطلبات المؤسسة العلاجية أو ضمن متطلبات العلاج. Also identify the way microorganisms are spread of infection، برضو دارين نحدد الطرق اللي بتنتشر بها الكائنات الدقيقة دي، المايكرو أورجانيزم، البكتيريا والفيروس أنسو، فبالتالي نحدد الطرق اللي بتنتشر بها الكائنات الدقيقة دي. Also personal protective equipment، define the personal protective equipment PPEs، نتعرف على شنو هي معدات الوقاية الشخصية. من أهدافنا إنه نشوف شنو يعني الـ PPEs، الـ Personal Protective Equipment اللي هي معدات الوقاية الشخصية زي الـ Gloves والـ Mask، وكيفية الالتزام بها. Infection Prevention it is the everyone business، لابد أن نعرف أنه الوقاية من الأمراض المعدية والوقاية من
العدوى هي مسؤولية وعمل الجميع. يعني عمل الجميع المفترض الإدارة المانجمنت الليدرشيب والقيادة and employees والأفراد والعاملين الامبلويز اللي هم بيكونوا في شكل ميديكال فيلد هنا في المؤسسة العلاجية، وبالتالي مسؤولية كل شخص، كل العاملين داخل المؤسسة وعمل كل شخص، يعني من البوابة الرئيسية للمؤسسة العلاجية إلى أن نصل لآخر نقطة في المؤسسة، وكل المكاتب وكل المرافق وكل الأماكن هي المفترض تكون مطبق فيها برنامج مكافحة العدوى. Definitions، يعني نتعرف على مفاهيم عامة في مكافحة العدوى. Infection control is a set of the methods used to control and prevent the spread of diseases. مكافحة العدوى هي مجموعة من الأساليب، مجموعة من الطرق، مجموعة من الأساليب المستخدمة لكي نسيطر على المرض ولكي نقي نفسنا من هذا المرض. نحن عندنا احتياطات معيارية، standard precautions، عندنا طرق، عندنا إجراءات، عندنا خطوات لننفذها لكي نضمن الوقاية، والوقاية خير من العلاج. prevention is better than cure. الوقاية خير من العلاج، معناها كل واحد حيكون مدرب على إنه كيف يبعد نفسه من إنه يصاب بأي نوع من العدوى. Also identify and reducing the risk of infections developing or spreading. هنا برضو نحن كقطاع صحي وككوادر طبية وكل القطاع الصحي دايرين نحدد ونتعرف ونقلل من المخاطر لتطور العدوى أو انتشارها. انتشار العدوى، العدوى ممكن تكون شكل مرض مثلا هيبيتايتس، ممكن يكون مثلا زي تي بي، تيبركلوزس، such as tuberculosis، يعني السل الرئوي، او اي respiratory diseases، او اي امراض يعني للجهاز التنفسي، النمونيا، chest infection and so. في النهايه نحن ما دايرين اي مرض معدي يكون في المستشفى، بالتالي تزيد الاعراض وتسبب complication، يعني مضاعفات بالنسبة للمرضى في المستشفيات وفي المؤسسة العلاجية. المايكرو أورجانيزم، الكائنات الدقيقة، بكتيريا، فيروس، باراسايت and so. المايكرو أورجانيزم، أورجانيزم which can only be seen by microscope، ما بتتشاف بالعين المجردة لكن فقط بترى بماذا؟ بالمايكروسكوب. To live warm temperature, moisture and darkness. عشان تعيش هذه الكائنات الدقيقة، البكتيريا والفيروس والأشياء دي، عشان تعيش محتاجة درجة حرارة دافئة، warm temperature، محتاجة كذلك رطوبة، ومحتاجة ظلام، darkness. طيب إذا نحن هنتعامل على إنه نوفر بيئة يعني تتعارض مع طبيعة عيش هذه الكائنات الدقيقة، فبالتالي لازم نتعرف على انه نوع المايكرو اورجانيزم وكيف بتعيش وكيف بتنتقل عشان نقدر نوفر بيئه لا تتلائم مع هذه الكائنات الدقيقه، فبالتالي حيكون عندنا طرق، حيكون عندنا محاليل، حيكون عندنا يعني نماذج واحتياطات ومعايير للتعامل مع هذه الكائنات الدقيقه. Type of microorganism، عندنا أنواع من الميكروorganism، anaerobic and aerobic، اللي هي هوائية ولا هوائية. اللا هوائية هي microorganism which live in environment without oxygen، هي عشان تعيش يعني ممكن تعيش في بيئة خالية من الأكسجين، اللي هي اللا هوائية. And aerobic، الهوائية هي الكائنات الحية دي محتاجة needs oxygen which needs oxygen to live، محتاجة أكسجين عشان تعيش. non-pathogenic and pathogenic، هي كذلك توجد كائنات دقيقة ممرضة وغير ممرضة. non-pathogenic
microorganism that does not cause diseases. هي ما بتسبب أي نوع من الأمراض أو لا تسبب أمراض تذكر. والممرضة الباثوجينيك اللي هي a microorganism which is a disease producing. كذلك الكائنات الحية الدقيقة دي اللي بتنتج أمراض أو يعني هي تكون سبب في نقل الأمراض وتكون سبب في أنها تسبب أمراض. A type of microorganism كما تحدثنا أنه الميكروorganism أنواع ممكن تكون فيروس ممكن تكون بروتوزوا بكتيريا العجية كذلك الفانجاي وغيرها إذا كانت يعني بكتيريا بأنواع فيروسات بأنواع وأنواع الفطريات والطحالب وغيرها. How microorganism spread كيف بتنتشر الميكروorganism الكائنات الدقيقة دي تنتشر بطريقة بطرق مختلفة وبطرق يعني عديدة عندنا من هذه الطرق الدايركت كونتاكت اللي هي اتصال مباشر عن indirect contact كذلك بطرق أخرى الدايركت كونتاكت اللي هي طريقة الاتصال المباشر اللي هي transmitted directly from one person to another هي بتنتقل من شخص لشخص والنقل المباشر هي ممكن يكون تعرض لإفرازات مثلا تنفسية مثلا كالسعال خاصة مثلا في ظل انتشار مثلا مرض أو الفيروس الخاص بالكوفيد 19 فهنا حيكون السعال انتشار الرذاذ هي ممكن يكون دايركت كونتاكت كذلك الاتصال الجسدي المباشر يعني ده ممكن يكون يعني نقل مباشر يكون بلمس الشخص المصاب ومن ضمنها ممكن يكون الاتصال الجنسي كذلك اتصال غير مباشر الـ indirect contact transferred from the one object to another كذلك اتصال غير مباشر وده ممكن يأتي عن طريق ملامسة الأسطح والمعدات الـ equipment والtools والdevices ملامسة كذلك ممارسة التربة والأسطح الملوثة يعني بشكل عام كذلك أنواع أخرى بطريقة الهواء بطريقة الفم وغير من الطرق also airborne وهي carried in the air طريقة الهواء وهنا الأمراض اللي ممكن تنتقل بالسعال ممكن تنتقل بالرزاز such as TB tuberculosis وممكن chest infection and so يعني respiratory diseases بشكل عام أمراض الجهاز التنفسي. الأورال روت هي اللي هي يعني ممكن تنتقل كذلك بواسطة الفم وهنا يعني دي بتكون عند احتياطات معينة. انتر بودي ثرو ذا ووتر فود ديرتي اند هاندز هي عشان تنتقل بواسطة الفم هنا ممكن يكون تدخل بواسطة الجسم أو تدخل بواسطة الماء أو الغذاء الملوث أو الأيدي الملوثة. وكما نعلم الفود بون ديزيز الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء يعني تشكلت في يعني نسبة كبيرة تصل ل 80% بأنه الأمراض ممكن تنقل بواسطة الغذاء وممكن تنقل بواسطة الماء الملوث. Also insect and pests اللي هي بواسطة الآفات والحشرات بت upon insect and pest and transfer هي ممكن تنقل بواسطة الحشرات أو الآفات والحشرات صراصير وكذلك يعني الفئران وغيرها فهنا آفات وحشرات الآفات تختلف طبعا من الحشرات وكلها لها طريقة مختلفة ل يعني محاربتها كذلك يمكن محاربة هذه الآفات والحشرات في بيئة المؤسسة العلاجية بتتواجد بكثرة نتيجة لتوفر بيئة رطبة وكذلك توفر مثلا بعض بقايا الأطعمة وكذا فبالتالي يتطلب هنا لكي نقلل من يعني العدوى اللي ممكن تنتشر بواسطة البيست ان انسكت الآفات والحشرات ممكن احنا يعني نضمن بيئة نظيفة ونضمن بيئة تكون خالية من أي نوع من الملوثات وغيرها.
نأتي لي ما هي مسؤولية من أو يعني تقع على مسؤولية من انتشار العدوى. It is your responsibilities. هي مسؤوليتك. مسؤوليتك موجهة للجميع. مسؤولية العامل، مسؤولية الموظف، مسؤولية الكادر الإداري والكادر الطبي، ومسؤولية القيادة. بالتالي يتطلب معرفة نوع الانتشار ومعرفة كيف تنتشر هذه الأمراض. To know where and to locate PPE in your apartments. كيف إنك تستخدم الـ PPEs. لازم تعرف إنه يعني هنالك personal protective equipment، معدات وقاية شخصية. تعرف عنها معلومات. لازم تعرف كيف تستخدمها. How to use. And to don PPE when appropriate. تستخدمها في وقت تتعامل معه، تستخدمها يعني إذا لزم الأمر. يعني مثلا تعاملت مع مريض، يعني عالجت مريض حسب يعني ما يتناسب. And to do hand hygiene as a final step after removing the disposing PPEs. كيف تستخدم هذه المعدات أو هذه الأدوات اللي الجلافز والماسك وغيرها. كذلك يعني تستخدم في إطار النظافة العامة ونظافة الأيدي والهايجين بشكل عام. كذلك كيف يعني تتخلص من هذه البي بي إيز، يعني سلوك غير صحي. أن هايجينيك براكتسز، إذا نحن مثلا يعني رمينا مثلا هذه المعدات أو هذه الأدوات، معدات الوقاية الشخصية، الجلفز والأشياء دي، إذا تم رميها بطريقة لا تليق، مثلا تم رميها خارج سلة المهملات أو السلات المخصصة لها، إذا تم رميها مثلا في غرفة المريض، إذا تم رميها مثلا في يعني كذلك أمام المريض وأمام المارة وهكذا. فبالتالي المسؤولية مسؤولية كبيرة للمحافظة على بيئة المؤسسة الصحية بأن تكون نظيفة وآمنة وخالية من أي نوع من الملوثات البوليوشن. أبعاد أساسية للجودة في الرعاية الصحية ضمن برنامج مكافحة العدوى، وكل ما كانت برنامج مكافحة العدوى ضمن الاستراتيجية الكلية للجودة في الرعاية الصحية تكون أفضل. لماذا؟ لكي تكون هنالك سياسات وإجراءات ومعايير تحقق وتلتزم بها في إطار المؤسسة الصحية. أولى هذه الأبعاد السلامة، سيفتي. السلامة، سيفتي، سيفتي فيرست، السلامة أولا. سلامة أولا، لازم نضمن نحن إنه السلامة ضمن الأولويات في إطار تحقيق أهداف المؤسسة. يعني السلامة لا تقل أهمية من مثلا قسم المالية، والسلامة لا تقل أهمية من مثلا مثلا أن تأتي المؤسسة بأجهزة جديدة ومعدات وتكون هنالك الصيانة وغيره. إذا السلامة أولا، السلامة لازم تكون مضمنة ضمن الاستراتيجية الكلية للمؤسسة، تكون ضمن الأهداف الكلية، مثلا خطة للتحسين والتطوير لابد أن تكون السلامة ضمنها. كذلك الجدارة، competence. والجدارة لابد أن يكون هنالك برنامج توعية وتدريب لكي تكون هنالك جدارة. نقيس القدرات والمؤهلات للأفراد. أيضا التقبل، acceptability. لازم الخدمة تكون متقبلة، والخدمة لا تتعارض مع يعني المريض، ولا تتعارض مع كذلك وضعه الصحي وكذلك ثقافته ومعتقداته، لأن تكون هنالك يعني طريقة مناسبة لعلاج المريض وطريقة معينة للتدخل في حالة المريض، الانترفينشن. الفاعلية، effectiveness. ضمن الأبعاد الأساسية للجودة في الرعاية الصحية لازم تكون في فاعلية في إطار العمل الصحيح بالكيفية الصحيحة منذ المرة الأولى وعلى الدوام، فبالتالي نضمن الفعالية. الملائمة، appropriateness. الإجراءات والعمليات والسياسات والخطط.
كلها تتلائم مع المعايير المطلوبة في المؤسسة الصحية، فبالتالي نضمن أن تكون العلاج المقدم للمريض ملائم مع وضعه الصحي، أن تتلائم كل السياسات والإجراءات والعمليات مع نوع النشاط وحجم النشاط في المؤسسة الصحية. الكفاءة efficiency، والكفاءة مطلوبة في كفاءة النظام وكفاءة أداء الأفراد performance and system، أو employees performance and system performance. لازم نضمن كفاءة الأفراد أداء عمله بحيث يكون مدربين مؤهلين، قدراتهم ومؤهلاتهم ومعرفتهم ومهاراتهم تكون جيدة. كذلك كفاءة النظام، كفاءة النظام بتحقيق متطلبات النظام، وأن يكون النظام مطبق وفق ما هو مطلوب، وأن يؤدي النظام ما عليه، أو يؤدي النظام يعني المطلوب منه، فبالتالي يكون النظام فعال ويكون النظام يعني محقق ونتائجه تكون جيدة. كذلك ضمن الأبعاد الأساسية Dimension Enhanced Care، يكون ضمن الأبعاد الأساسية لجودة الرعاية الصحية السهولة واليسر الأكسسبيليتي. السهولة واليسر تكون في سهولة الوصول المادي وسهولة الوصول اللغوي والجغرافي. يعني سهولة الوصول المادي، يستطيع المريض أن يصل للخدمة ويتعالج بماله. أحيانا المريض يذهب للمؤسسة العلاجية يعني يقول له مبلغ ده مثلا ما حيعالجك، يعني إذا لم يتحدثوا معه مثلا إذا مبلغ ناقص ما حيعالجه، ودي مشكلة كبيرة، فبالتالي أن يكون العلاج ميسر. كذلك السهولة واليسر في سهولة الوصول الجغرافي، أن يكون مكان العلاج بعيد، بالتالي مثلا نجد أن المؤسسات العلاجية تركز أو الدولة تركز على أن تكون هنالك توزيع جغرافي للمؤسسات، خاصة المؤسسات الحكومية. يعني عندنا في السودان مثلا في بحري وفي الخرطوم وفي أم درمان، في المناطق الثلاث تلقى مثلا تجد أن مؤسسات حكومية كبيرة موجودة، فبالتالي إذا حصل أي طارئ emergency، how to emergency preparedness and response، كيف نحن نستجيب وكذلك نستعد للطوارئ دي. مثلا road traffic accidents، يعني حوادث الطرق، إذا حصلت مثلا في بحري يصلب المريض سريع مثلا في مستشفى بحري، لكن يصعب الوصول به مثلا لمستشفى أم درمان، أو مثلا حتى ولو كانت المسافة قريبة يفضل الوصول للمنطقة الجغرافية المعينة. فبالتالي الأكسسبيليتي هنا، سهولة الوصول هنا ممكن يكون سهولة وصول جغرافي بحيث تكون المستشفى قريبة أو المؤسسة العلاجية قريبة من مكان المريض. وسهولة الوصول الجغرافي حتى داخل المستشفى، خاصة المدن الطبية والمستشفيات المترامية الأطراف، المستشفيات الكبيرة، فبتجد مثلا قسم من قسم آخر يعني ذات صلة يكون بعيد، فبالتالي المريض يرهق مثلا ويثقل كاهله مثلا في أنه يصل لقسم الأشعة مثلا، إذا قسم الأشعة بعيد مثلا من المكان المتواجد فيه المريض، فبالتالي يذهب بهذا المريض للبيئة المعينة أو للوحدة المعينة لوحدة الأشعة مثلا، والمسافة بعيدة، وبالتالي تكون هناك مشكلة في الوصول. أيضا سهولة الوصول اللغوي، وهنا من اللغة الكوميونيكيشن، الباد اوف كوميونيكيشن أو اللاك اوف كوميونيكيشن، كيف إنه تتواصل مع المريض، ودي مشكلة كبيرة يا إخواننا في مؤسساتنا العلاجية الآن. تحدث الميديكال سيت بيتم مع بعضهم، ما يقدروا يوصلوا معلومات، ما في انسيابية معلومات، ما في تفاهم بيناتهم، ما في وصول معلومات بحيث تكون الإجراءات منفذة وفق المعلومات الصحيحة والدقيقة. في سوء تخاطب، في كلمات ناقصة، في كلمات لا تصل بالشكل المطلوب، وهنا لابد أن تكون هنالك مهارة اتصال، skills for the communication. فهنا سهولة الوصول بين المريض وبين متلقي أو بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، يعني إذا بتشرح للمريض مثلا كيف يستخدم دواء، لازم هنا يكون في
سهولة وصول. إذا بتشرح للمريض، أنت كطبيب تشرح له كيف مثلا يتعامل، مثلا يعمل اكسرسايز مثلا في البيت بعد ما تدريسكات بعد ما يطلع، دي مشكلة برضو. إذا المعلومات ما وصلت صحيحة هتكون في مشكلة في يعني كيف إنه يعمل اكسرسايز مثلا، إذا حصل ريكومنديشنز أو كونسلنج بالنسبة للمريض دي. كذلك الاستمرارية continuity، والاستمرارية جانب مهم جدا في المؤسسة العلاجية، بحيث المؤسسة العلاجية تقدم الخدمة الطبية في أي وقت وبالجودة المطلوبة. يعني يكون في شيفت افترنون مورنينج، يعني في كل الأوقات الكادر الطبي الموجود يتعامل في الافترنون أو في المساء زي ما بيتعامل في الصباح. لكن مثلا أحيانا بتجد مستشفيات بالمساء عدد بسيط، وبالمساء تلقى مثلا يعني التعامل بيكون غير جيد مع المرضى مقارنة بالصباح مثلا أو بالفترة الصباحية. فبالتالي هنا الاستمرارية، العلاج يكون متوفر، المستشفى تكون يعني مهيئة ومستعدة للخدمة في أي وقت، وبالتالي مدى استعداد الكادر للطوارئ وللعلاج في أي وقت. ضمن هذه الأبعاد نضمن patient satisfaction, patient flight، رضا المريض والمراجع، مراجع يعني مدقق ومراجع الخدمة، استشارية الجودة ومدققي الخدمات والإجراءات والعمليات، هنا لازم تساتسفاي يكونوا راضين. هنا عندنا patient focus، مركزين على المريض، مركزين على الكاستمر internal and external customer، مركزين على رضا المريض ومركزين كذلك على رضا مقدم الخدمة، بحيث تكون تتوفر متطلبات العمل والرغبة في الإتقان. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نواصل في المحاضرة القادمة بإذن الله. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المحاضرة، وإن شاء الله هنفتح باب النقاش ضمن قنواتنا الأخرى بإذن الله تعالى، وتكون هنالك فعالية أكبر لوصول المعلومة. وإذا كان أي سؤال إن شاء الله ضمن القناة المخصصة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.